الآلات الجميلة دي يا عم؟ دي آلات موسيقية وأنا ببيعها. سلام، إيه رأيك يا نمي؟ تيجي نشتري واحدة فيهم؟ موافق يا خوخة، نشتري واحدة، دول حلوين قوي. ادينا واحدة يا عم لو سمحت. عايزين طبلة ولا رق؟ فرجنا كده وسمعنا، هي فين الطبلة وفين الرق؟ آدي الطبلة. ها؟ الله، دي وشها مدور زي القمر. سمعنا صوتها يا عم. حاضر. موافق يا خوخة، دول حلوين قوي. تيجي ناخدهم. الطبلة صوتها حلو. طب ممكن نسمع الرق كمان؟ حاضر. ده رق وصوته كده. الرق كمان صوته حلو. حلو قوي. ايه رايك يا نمنم ناخد الرق ولا الطبلة؟ هما الاتنين صوتهم حلو. مش عارف اخد اني فيهم، الطبلة ولا الرق؟ طب ممكن تسمعنا تاني يا عم عشان نختار واحدة فيهم؟ حاضر. يلا ادي الطبلة. طبلة وصوتها كده. طيب ممكن تسمعنا الرق كمان يا عم؟ حاضر. أنا. شكرا. الرق ده صوته كده. مش عارفه، انا محتاره. هما الاثنين صوتهم حلو. وانت يا نمنم هتاخد ايه؟ انا هاخد أنا هاخد ده. تقدروا تشوفوا كل العصافير اللي في الصورة دي؟ وفي واحدة هناك. ودول رجلين عصفورة. يا ترى دي واحدة أهي واحدة. أظن في واحدة كمان. لقيناهم، انتوا عرفتوا تلاقوهم كلهم. بابا يا بابا يا بابا بابا. ايوه يا ابني. عايز اسالك على حاجه. هي ايه بالظبط يا ابني؟ لفوق تبقى فين؟ شوف يا ابني كده اهو. طيب والتحت تبقى فين؟ كده اهو. فهمت. فوق تحت. بص عليا، بص عليا. فوق تحت. أو أو أو. فوق تحت. عارف يا ابني لما كنت في سنك اتعلمت أغنية تفهمني فين فوق وفين تحت. طيب هتعلمها لي يا بابا؟ طبعا. شكرا. مد رقبتك وارفع راسك عالي بسوق، تطلع فوق فوق. اتني ظهرك خلي جسمك كده مملوك، تبقى لتحت تحت. يلا فوق وتحت وفوق وتحت فوق وتحت الحد. جسمك ما يعرف مخك بيفكر في ايه، وان كده فوق فوق وكده تحت. يعني فهمت يا بابا. كويس، دلوقتي خلي بالك عشان هنعمل حاجة مختلفة شوية المرة. بدل فوق وتحت هنقول تحت وفوق. اتني ظهرك خلي جسمك كده مدلوق، تبقى تحت تحت.
بنت رقبتك وارفع راسك عالي بسوق تبقى الفوق. فهمت. يلا تحت وفوق وتحت وفوق وتحت وفوق. ليه حد جسمك ما يعرف مخك بيفكر في ايه؟ وكده تحت وكده فوق. يلا تحت وفوق وتحت وفوق وفوق وتحت وفوق وتحت وتحت وفوق وتحت وفوق وفوق وتحت وفوق وتحت وتحت وفوق وتحت وفوق وفوق وتحت اهو كده. شكرا يا بابا. اي خدمة يا حبيبي. أنا كوثر أحمد خليل، النهاردة الصبح بأخويا. أنا وقرايبي جايين على النيل نفرح بيك. إيه وبنعمل فيه. أخذناه وغسلنا وشه في مية النيل. وحطينا حنة ولعبنا بيها. أكلنا ولعبنا ورقصنا. اسمي زايلة وأنا عايش في سيراليون في غرب أفريقيا. الشغل كل يوم بيبدأ بدري جدا. في الأول بروح النهر عشان أجيب مية عشان الفطار. ماما بتطبخ على النار وده أنا جنبها. أنا بطحن الفلفل وبعد ما بنفطر بساعد أمي في التشطيب. وبعدين بنروح عند النهر عشان نصطاد. أمي بتلف أختي الصغيرة في قماشة وبعدين تربطها على ظهرها، وبكده إيدين أمي بتبقى فاضية عشان ترمي الشبكة بتاعتها وتصطاد. أنا شاطر قوي في الصيد والنهر حلو قوي وأنا أحب أقعد هناك طول اليوم. شادي.
شادي شادي انت مش هتساعدني ولا هتقعد كده ما تعملش حاجه؟ ما اعملش ليه يا هادي؟ ازاي تقول ما اعملش حاجه؟ انت مش واخد بالك اني دلوقتي بعمل حاجات كتيره يا هادي؟ قصدك ايه حاجات كتير؟ ايه بقى اللي بتعمله يا شادي؟ طيب هقول لك مثلا، انا قاعد اهو بسمع يا هادي، انا بسمع الطائر اللي بيغني بره دلوقتي. يا سلام. وكمان يا هادي بفكر، وكل الافكار في راسي قاعده تلف وتلف وتدور يا هادي. وبعدين يا هادي انا بتنفس، باخد شهيق، بطلع زفير، باخد شهيق، بعدين زفير، وكمان يا هادي انا شامم. شادي شامم ريحه عيش في حد بيخبزه جنبنا يا هادي، ده في الكيس هنا. وكمان يا هادي عصافير بطني بتصوصو صو صو، دي معدتي بقى بتصوصو. بتصوصو، انت سامعها هادي؟ حلوه قوي دي. ومعدتي بتقول مش يبقى لطيف لو اكلت من العيش ده؟ هو في الكيس، لو ساعدتني ممكن تاكل منه. وكمان يا هادي قلبي بيدق، ددم ددم ددم، ددم 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 ددم. وكمان يا هادي عارف ايه تاني؟ ايه؟ عارف ضوافري كلها بتطول، وكمان شعري بيطول، بعمل حاجات كتير يا هادي. انت عارف انا هعمل ايه دلوقتي؟ ايه هتساعدني؟ هايل صح؟ لا، هروح انام شوية يا هادي. يلا سلام. فخدتك مبلولة وقلبك حزين، أكيد الدنيا مغيمة في راسك علشان كده الدموع نازلة جامد زي المطر، بس دي عموما أغنيتك وانت حر فيها، وانت فعلا زعلان زعلان جدا يا عيني عليك يا ابني.
والآن مع لعبة الأرقام السحرية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أهلاً يا أصدقائي، النهاردة يا أصدقائي هنكلمكم أنا وفلفل عن حاجة مهمة جداً. النهاردة احنا هنتكلم عن إزاي نتصرف بطريقة مؤدبة في كلامنا مع الناس، صح يا عم جرجس؟ مظبوط يا فلفل. هنكلمكم عن الطريقة المؤدبة والسليمة في تصرفاتنا وكلامنا مع الآخرين. لو تحب تبتدي انت الأول يا فلفل، اتفضل. لا لا يا عم جرجس، اتفضل حضرتك، قول لأصحابنا وأنا هقف ساكت خالص واسمع. اتفضل اتفضل. شكرا يا فلفل، شكرا. الحقيقة أنا كنت عايز أقول لكم إن الواحد لما يتكلم مع حد تاني لازم يتكلم معاه بأدب باحترام، لأن هو كده بيوري إن هو كده الواحد بيعبر عن احترامه للشخص اللي بيكلمه، صح يا مجرجس؟ صح يا فلفل، صح فعلا. لما نتكلم مع الناس بأدب ده معناه إن إحنا بنحترمهم. شفتوا زي ما قلت بالظبط، أصل أنا خبير في الطريقة الصح للكلام مع الناس. اتفضل يا عم جرجس كمل، الموضوع ده مهم جدا جدا. شكرا يا فلفل، شكرا. وكمان في حاجة مهمة جدا عشان الواحد يبقى مؤدب في طريقة كلامه مع الناس، عمره ما يقاطع حد في كلامه أبدا أبدا. شفت بقى يا عم جرجس؟ شفت يا فلفل. أي يعني ما يقاطعش كلام حد أبدا أبدا. عم جرجس أنا باين عليا قطعت حضرتك وانت بتتكلم، والمقاطعة في الكلام دي حاجة مش من الأدب في الكلام مع الناس. عم جرجس أنا آسف، آسف جدا، وأوعدك مش هتكلم ولا هتسمع مني كلمة واحدة. معلش يا فلفل. أصدقائي زي ما كنت بكلمكم وأقول لكم إن الكلام مع الناس بطريقة مؤدبة ده حاجة مهمة جدا، يعني مثلا زي ما نقول كلمة شكرا، أو زي ما نقول من فضلك. ولما نستمع لحد بيتكلم معانا وزي ما ورانا فلفل دلوقتي إن الواحد لازم ما يقطعش حد أبدا طول ما هو بيتكلم، وإن إحنا نسيبه ونستناه لغاية لما يخلص كلامه خالص، وبالطريقة دي يبقى إحنا بنتعامل وبنتكلم مع الناس بطريقة مؤدبة، صح يا فلفل؟ اتفضل اتكلم بقى أنت مع أصدقائي، شوف عايز تقول لهم إيه يا فلفل. أنا خلاص خلصت كلامي. أيوة يا فلفل ما تتكلم، أنا خلاص خلصت كلامي وإنت مش هتقاطعني تاني يا فلفل. اتفضل ما تتفضل يا فلفل.